السلام عليكم ورحمة الله. هذه تجربتي مع سورة ياسين، سورة الشفاء والرزق، سورة السعادة، سورة تفريج الهموم، السورة التي تنبئك بما ينتظرك من نعيم، من جنات، سورة فيها شفاء، فيها راحة للنفس، لذلك هي قلب القرآن. والسورة التي حقيقة إذا حفظتها لن تندم، وإذا كررتها كل يوم لن تندم أبدا. هذه السورة أخي الحبيب، سأقول لك بعض الأسرار التي تتجلى فيها من خلال قراءتي لها آلاف المرات أو أكثر. هذه السورة حقيقة فيها بعض الآيات المهمة جدا، فيها، سأبدأ من الأخير على عكس المعتاد. هذه السورة فيها كن فيكون. نحن نعلم أن كل شيء في الكون يتم بكلمة كن فيكون. السماوات والأرض خلقت بكلمة كن. طيب، خلق السماوات والأرض أصعب أم قضاء حاجة إنسان لا يساوي شيئا أمام الكون؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه السورة التي فيها حقيقة تتجلى إرادة الله. إذا كان لديك ضيق في الرزق أو هم لا تجد له حلا، لديك خوف من الموت، خوف من المستقبل، إذا كان هناك وساوس تسيطر عليك، حقيقة هذه السورة هي الأفضل. القرآن كله كلام الله، ولكن سبحان الله هذه السورة حفظها سهل، معانيها سهلة، قلب القرآن. سنبدأ من الأخير. الله سبحانه وتعالى يقول في آخر نص من سورة ياسين، انتبه معي جيدا أخي الحبيب: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذه الآية كررها 7 مرات، وسوف ترى نتائج عجيبة جدا في قضاء الحاجة، لأن مشكلتك بالنسبة لك مشكلة عظيمة، أنت تراها كذلك. بالنسبة لله حل هذه المشكلة هو كلمة كن، والأسباب تعمل بكلمة كن. كل الأسباب الدنيوية تجدها تتسارع وتعمل، وتجد أن المشكلة الكبيرة أصبحت لا شيء. كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. انظر أخي الحبيب كم عظيمة هذه الآية إذا فكرت فيها. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، رزقك وحياتك ومستقبلك وشفاؤك ومصيرك، كل شيء من حولك هو بيد الله. ومرجعنا إلى الله. يجب أن تتذكر هذه القاعدة في كل لحظة، كل يوم، وبخاصة قبيل النوم. تتذكر أنك راحل إلى الله، مهاجر إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى من؟ إلى ربك كدحا فملاقيه. تتذكر أن الرجوع إلى الله. تتذكر أن كل الكائنات ستعود إلى الله. هذا الإحساس أخي الحبيب مريح جدا، مهما كان هناك هموم ومشاكل في حياتي، فعندما أتوقف للحظة وأعلم أنني أسير في هذه الدنيا
باتجاه لقاء الله، الرجوع إلى الله. طبعا عند هذا الملك عز وجل ستحل كل المشاكل، ستختلف الأمور تماما، ستنتهي هذه الدنيا، وبالتالي أنا لماذا أفكر وأحسب وأحمل الهموم ما دام المصير إلى الله سبحانه وتعالى؟ فإذا من هنا تتجلى عظمة هذه السورة الكريمة، أنها ختمت بالرجوع إلى الله، وأن فيها كن فيكون. لو رجعنا قليلا، أو لو أخذنا بعض النصوص أو بعض الآيات في هذه السورة، الآيات التي تنبئك بمصيرك إذا كنت تعيش من أجل الله. ذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، هو قدم نصيحة لقومه، أراد لهم الخير، على الرغم من أنهم قتلوه، إلا أنه قال وهو ميت بعد أن مات: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، وهو في الجنة. إذن جنتك أخي الحبيب تبدأ منذ لحظة موتك. إذن الموت بالنسبة للمؤمن هو بداية رحلة إلى الجنة، لذلك هذه السورة تحببك بالجنة. طيب ما هو العمل الذي قام به هذا الرجل؟ الحقيقة القرآن كل ما قصه علينا هو أن هذا الرجل قدم نصيحة لقومه فقط. طبعا لا شك أنه رجل صالح، ولكن العمل الذي استحق به دخول الجنة وإكرامه في الجنة: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. إذن كان عنده ذنوب كثيرة، لذلك ذكر المغفرة أولا: بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. السر هو أن تحب الخير للناس. للأسف هذه الصفة تكاد تكون عملة نادرة اليوم، أن تجد إنسان يحب الخير لكل الناس ويؤثر الآخرين على نفسه. معظم الناس اليوم يلهث لاغتنام الدنيا على حساب الآخرين. كن أنت مثل هذا الرجل، تؤدي نصيحة، تحب خيرا للآخرين. هو كل ما قاله عندما جاء: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يقول لهم اتبعوا هؤلاء الرسل الذين لا يطلبون منكم أي ثمن ولا أجر وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. يعني يتحدث بكلام علمي ومنطقي: أنا أعبد الذي خلقني وإليه ترجعون. يعني انظر، كلمات رائعة جدا. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم، شفاعة هذه الآلهة يعني، ولا هم ينقذون ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. هل هناك كلمة فيها إساءة لأحد؟ هل هناك كلمة فيها تحريض أو عنف أو أذى لأحد؟ هو يقدم نصيحة، آذانهم لم تستطع أن تسمع صوت الحق أو النصيحة، فقتلوه، كان هذا جزاؤه. فإذا أنت أخي الحبيب حاول أن تعيش حياتك من أجل الخير، من أجل الله، لأن الله يحب الخير.
يأمرك بالخير وافعل الخير وما يفعل من خير فلن يكفروه. فإذا هنا أخي الحبيب مثل هذه الآيات عندما تقرأها هذه تريحك جدا، تجعلك قويا في مواجهة الظلم والأذى واستخفاف الناس بك، ونظرة الناس إليك قد ينظرون إليك على أنك شيء أقل منهم، أو نظرة سلبية، قد يسيئون الظن بك، قد يمنعونك من الخير، قد تجد من يريد لك الشر، من يحسدك، من يعني يفرح إذا أصابتك مصيبة، تجد هذا النوع. عندما تقرأ هذه النتيجة وتتخيل أنك سترجع إلى الله وفي لحظة الموت ستقول كما قال هذا العبد الصالح: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. انظر إلى هذه اللحظات التي تنسيك هموم الدنيا. سورة ياسين أخي الحبيب فيها شفاء. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وإليه ترجعون. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. عندما تتأمل هذه الآية وتستيقن أن الله قادر أن يحيي عظاما نخرة مفتتة ويعيد لها الحياة، إذن هذا الإله قادر أن يشفيني، لأن الشفاء أهون بكثير من إعادة الحياة لعظام نخرة رميم مفتتة بالية. فهذا يعطيني أملا في الشفاء. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وكرر مثل هذه الآيات، كررها حتى تترسخ في دماغك، حتى تترسخ في قلبك. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. آية أخرى شبيهة بها: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. تتذكر عندما تقرأ هذه الآية أن الله عز وجل الذي أحيا هذه الأرض بعد موتها، أرض ميتة بكل ما للكلمة من معنى، أمر الماء أن ينزل فدبت الحياة فيها، سبحان الله. طيب إنسان يعني من ناحية الرزق شبه ميت معدم، من ناحية الشفاء يأس الطب من علاجي، من ناحية المشاكل كل هموم الدنيا فوق رأسي، الله قادر في لحظة كن فيكون أن يحيي فيك هذه النفس كما أحيا الأرض، أن يحيي الرزق الذي توقف، أن يعيد إليك الفرح، أن يعيد إليك السرور، أن يعيد إليك الحياة التي فقدتها. كثير من الناس فعليا هو ميت، مع أنه يأكل ويشرب ويتحرك، ولكن يعني لا يوجد سعادة، لا يوجد تذوق ولا طعم للحياة، أشبه بالميت. هذه الآية تعيد لك الحياة الحقيقية المليئة بالفرح، المليئة بالعطاء، حب الخير، مليئة بالتفاؤل، مليئة بحب لقاء الله سبحانه وتعالى. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها.
عندما تقرأ مثلا سلام قولا من رب الرحيم وتكررها 7 مرات، هذا دعاء أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. في الجنة أخي الحبيب الصفة الأكثر يعني وضوحا وظهورا هي السلام، الأمان، الطمأنينة، الاطمئنان. نحن اليوم فقدنا هذه السكينة وهذا السلام بسبب ضغط المعلومات وضغط الأحداث وضغط مشاكل العصر، وبالتالي لم نعد نشعر بهذا الأمان وهذه السكينة وهذا السلام. هذه الآية تشعرك بشيء من السلام، سلام قولا من رب الرحيم. إذن هذا الإله رحيم بي، لا يتركني ولا يخذلني ولا ينساني سبحانه وتعالى. كيف ينسى عبدا يقول يا رب؟ سورة ياسين أيها الأحبة حقيقة هي سورة الرزق أيضا، لأن الله سبحانه وتعالى تعهد أنه سيرزق عباده، تعهد هذا الإله العظيم أن كل شيء في الكون بتقدير من الله سبحانه وتعالى، وكل ما يصيبك هو بتقدير من الله، وكل رزق تأخذه هو بعلم الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا سأعطيك هذه الآية الكريمة: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. مثل هذه الآيات تشعرك بنعمة الله وتجعلك تقول يا رب أكرمني من رزقك. يعني انظر عندما يقول وجعلنا فيها، من الذي جعل فيها؟ الله. إذن كل هذا الرزق الذي تراه هو ملك لله أصلا، والبشر هم أسباب ووسائل تتحرك على الأرض. فهذا الإله العظيم الذي أنشأ هذه الجنات وأحيا الأرض بعد موتها وبيده كل شيء، قادر أن يرزقك من حيث لا تحتسب. عندما تقرأ مثلا آية كريمة في سورة ياسين المباركة تتذكر لحظة الخروج من القبر ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وهذه الآيات أيها الأحبة آيات التي فيها رعب وخوف ضرورية بالنسبة لنا لنشعر برحمة الله علينا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا الكلام سيقوله ذلك الكافر الغافل اللاهي عن ذكر الله الذي اتخذ دينه لهوا ولعبا وغرته الحياة الدنيا. أول لحظة لبعثه عندما يبعث يا ويلنا، هذا هو لسان حاله، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. أدرك الآن جاءت لحظة الحساب وأدرك أنه من أهل النار، وإلا لماذا يقول يا ويلنا؟ المؤمن لا يقول ذلك. المؤمن بعد ما رأى من نعيم في القبر وبعد ما رأى مكانه من الجنة ومقعده من الجنة عندما يخرج من قبره ويبعثه الله يكون متلهفا للقاء الله، يريد أن يسرع ليرى كتابه،
يريد أن يسرع ليرى مكانه في الجنة. وبالتالي هنا تأتي هذه الآية: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم. هذا رد على أولئك المشككين الذين يقولون في الجنة هناك الجنس والجواري والكذا، هذا الكلام غير صحيح، هم وأزواجهم. في كل القرآن دائما المؤمنين في الجنة معهم أزواجهم، ليس هناك جنس وليس هناك علاقات محرمة، لا لا لا. الإنسان الذي عف نفسه في الدنيا خوفا من الله، الله سيحشره مع زوجته إن كانت مؤمنة، وإن كانت كافرة كن له حور عين، زوجة من الحور العين. وهنا كلمة زوجة يعني هذه الزوجة خاصة بك، وليس كما يصور هؤلاء الملاحدة أن هناك دعارة وكذا إلى آخره يعني. فهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. كل ما تشتهيه وتطلبه يأتيك في الجنة. أنت إذا حرمت نعيم الدنيا، الله سبحانه وتعالى سيمنحك نعيم الآخرة. فلذلك لا تستعجل بأكل الحرام. إذا حرمت من البيت في الدنيا، لا تأكل الربا وتستعجل في شراء بيت عن طريق الربا، لأن الله سيبني لك بيتا في الجنة. وبالتالي ولكن بشرط أن تترك هذا الأمر وهو الربا حبا في الله وطمعا فيما عند الله وخوفا من عذاب الله. لذلك هنا أيضا آية مهمة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذه الآية أيضا تحذرك من الشيطان. وعبادة الشيطان هنا ليس أن تسجد له، لا. ما هي صفات العبد؟ أن يطيع سيده، يعني العبد يطيع مولاه أو سيده. فأنت تتحول لعبد للشيطان عندما تطيعه. يقول لك: انظر إلى هذه المرأة الجميلة، اجري وراءها، اكذب وافعل أي شيء في سبيل أن ترتكب الفاحشة معها، ويزين لك ويوسوس لك وأنت تطيعه وتتبع خطواته حتى تغرق في هذه المعصية فيفرح. يا بني آدم ألم أعهد إليكم ألا تعبدوا الشيطان، يعني لا تطيعوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين، واضح العداوة واضحة. يعني الشيطان هل دلني على خير كل عمري؟ لم يدلني إلا على الشر. والفاح يأمر بالفحشاء والمنكر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، أضل أجيال وملايين الناس ضلوا قبلكم، أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. والله أيها الأحبة، مثل هذه الآية ينبغي أن نتذكرها كل يوم، ألا تغيب عنا، لأن هذا الموقف إذا تخيلته يضبط سلوكك، فلا تنحرف ولا تعصي الله، يصبح لديك خوف من المعصية. وبخاصة
عندما يعني ترى هؤلاء الناس يقال لهم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تخيل إنسان، تخيل نفسك عندما تقترب من معصية قد يكون مصيرك هذا وأنت لا تدري. فلذلك عندما تتخيل هذا الموقف أن العمل الذي قمت به إذا لم تتب وتسارع في التوبة يوم القيامة سيغلق فمك وينطق الجلد والأيدي والأرجل، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فإذا مثل هذه الآيات أيها الأحبة والله ينبغي ألا تغيب عنا، لأن حقيقة يعني نحن بحاجة لها. مغريات العصر كثيرة، وسائل الله كثيرة عن ذكر الله. تخيل كل يوم مليون وسيلة تدعوك للابتعاد عن ذكر الله، مليون وسيلة محيطة بك، وتحتاج إلى قوة تحمل وقوة إرادة وقوة صبر كبيرة جدا. لذلك يعني أجر العامل الآن في مثل هذا العصر يعادل أجر 50 من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم يجدون على الخير أعوانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجدون على الخير أعوانا. يعني اليوم أحدنا إذا أراد أن يفعل الخير لا يكاد يجد من يعينه، على عكس إذا أراد المعصية أو الشر أو اللهو أو العبث أو الأمور الدنيوية. فهنا أخي الحبيب ينبغي أن يكون لديك خوف من الله. لكي لا أطيل عليكم دعوني أرجع إلى بداية السورة وأستحضر بداية هذه السورة. ياسين والقرآن الحكيم، وصف القرآن بأنه حكيم لأنه يمنحك الحكمة إذا اتبعت تعاليم هذا الكتاب العظيم. وياسين هنا ليست اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، إنما خاطبه الله بما يسمى حروف نورانية أو مقطعة، ياسين، وأنا يعني أسميها مميزة، حروف مميزة في 14 حرف في أوائل بعض السور ياسين. وهذه لها سر تحدثنا عنه في فيديو عن سورة ياسين. والقرآن الحكيم، يقسم بالقرآن إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فكل ما جاء به هذا النبي الكريم هو الحق، فإذا اتبعت هذا النبي عليه الصلاة والسلام أنت تسير على صراط مستقيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا. انظر إلى هذه الصورة المرعبة، فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، مقيدون، أذلاء، يساقون إلى جهنم والعياذ بالله. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذه الآية أيضا تستطيع أن تكررها 7 مرات عندما تتعرض أو تخشى من ظلم ظالم، أو تخشى من إنسان يمكر بك أو يسعى للمكر بك أو الشر لك. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فمثل هذه الآيات أيها الأحبة ضروري أن نحفظها. وكما رأيتم السورة حقيقة مليئة بالمواقف، مليئة بالعبر، بالحكم. لذلك أخي الحبيب نصيحتي لك أن تحفظ هذه السورة. واليوم طريقة الحفظ سهلة، ضعها على الموبايل أو على أي جهاز تسجيل يمكن أن يعرض هذا الصوت وكررها، وبخاصة وأنت نائم.
كل يوم كررها 30-40-50 مرة. يعني سورة ياسين قصيرة ليست طويلة، يمكن 10 دقائق مثلا، إذا رتلها مقرئ بصوت عذب وجميل مراعيا للأحكام يمكن 10 دقائق لا أكثر. فأنت ممكن أن تستمع إليها 10 مرات كل يوم وتتفكر في معانيها، ثم تفتح المصحف وتتبع هذه الكلمات، تتبعها مع المقرئ الذي تسمع صوته حتى تتقن حفظها. صدقني ستتغير حياتك، وستشعر بلذة عظيمة عندما تقرأ هذه السورة كل يوم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه السورة حياة لنا وشفاء لنا ورزقا لنا ولكم إن شاء الله، وأن يجعلها ذهاب لهمومنا وغمومنا، وأن يرزقنا بها رزقا كريما في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.